السلام عليكم. عشان أقدر أستخدم مكتبة الجي فونكس مع السين بلدر لازم أضيف ملف الجي آر اللي نزلته على السين بلدر. ليش؟ عشان أستغل الدراج دروبس. طبعا بنفتح هنا السين بلدر، بقول هنا أوبن أو فتح، حيفتح لي السين بلدر. طبعا هذا بنحط هنا كلوز وبكبرها. طبعا لو انت ملاحظت هنا انه موجود عند الكنترولر الكونتينر كنترولر جول الموبايل منيو شيب شارت 3D anything من الكومبوننت الثانية. طبعا عشان انا اقدر اضيف او استخدم الجي فونكس لازم اضيف على السين بلدر. طبعا لو جيت هنا على اللي هي العاملة زي العجلة المسننة او اللي هي ايقونة الايديت، بضغط عليها في عندي هنا view as list، في عندي view as section. طبعا هذول الاثنين ما لي دعوة فيهم، انا باجي بقول له هنا gr if xml manager، انا بدي اضيف gr او ادير gr. تمام. طبعا هنا تفتح لي هذه الواجهة. طبعا في هنا تحت بتلاقي السيرش، في عندي هنا manual add library if xml from file system. هنا بقول لك هنا انك تضيف مكتبة من اللي هي نظام انظمة ملفات. تمام. طبعا باجي بختار هنا الـ Add Library، بختار وين الملف انا نزلته، يعني مكان نزوله او مكان وجود ملف الجي ار اللي نزلته في الدرس السابق. طبعا انا منزله في القرص اي بروجرام جافا جي ار، في عندي هنا الجي فونكس، هاي الجي فونكس، وباجي بختار بس الجي ار بقول له اوبن. طبعا بنتظر شوية ولحاله حيعمل لي ايش، حجيب لي اللي هو كل الكومبوننت او كل الكلاسات الموجودة فيها. طبعا هذه هي بالنسبة للكومبوننت او الاليمنت الموجودة في الجي فونكس. طبعا انت ممكن تختارهم كلهم او مش هتختار بدك اياه. طبعا انا اكيد هستخدمهم كلهم. طبعا ممكن اقول لهم ان تشيك اول، وممكن اقول له تشيك اول كاملة، هما طبعا 41 ايتم. بعد كده باجي بقول له امبورت كومبوننت، فلما اقول له امبورت كومبوننت بتجي لي هان، وبعدها بحط كلوز. فبلاحظ انه عندي هنا صار في عندي حاجة اسمها كاستم. هذه الكاستم هي مكتبة او اللي هي الكومبوننت تبعت الجي فونكس. لو جيت هنا شايف هي بتلاقي تبدا هي بالجافا اوف اكس، بس وورد فيلد جافا اوف اكس بوكس بار بتختلف عن الكنترول تبعت الجافا اوف اكس. تمام. طبعا هذا هو بالنسبة للدرس. طبعا في الدروس القادمة راح نيجي نطبق اون اليمنت مع الامثلة. نشوف الدرس القادم، والسلام عليكم.